عارفين يعني ان المارينو مش الاضاءه بتاعته مش احسن حاجه، فعشان كده انا زودت له الليدات اللي انتوا زي ما انتوا شايفينها كده، الاثنين ليد الكيبلو الليدين اللي هما بيكونوا تحت. تعالوا برضه اوريكم اختراع جميل قوي قوي وبيحمي من الطينه في وقت الشتاء. تعالوا كده زي ما انتوا شايفين ديت مش فبرة، لا دي عباره عن كاوتش زي ما انتوا شايفين، دي الكاوتشه اللي هي الدلايه. انا جبتها وبعد كده قصقصتها وعملت لها مسترك زي ما انتوا شايفين وربطتها بمسمارين، تمام؟ ففي الاخر هتديك الشكل دوت، يعني حاجه كده مثلا ايه تحمي من التراب وتحمي طبعا من الطينه وبرده تديك شكل ايه نوعا ما كويس.